السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندويو على الحجر الصحي. وكما كتعرفوا بزاف ديال المغاربه جالسين في ديورهم، صراحه ماشي بزاف، شويه. واهم حاجه اللي تعلمناها في هذا الكونفينمون هي الصبر، ولكن ماشي اي صبر. عرفتي باش تبغي تصبر خص اصلا تكون الظروف معاونك، ولكن ما كتلقى لا ظروف لا تلعبه، وخصوصا ديك المطلع حرام ديال شنو ولا كتخليك تا كتكون في الليل كتفرج ولا هادي كتلعب عاد كيبان لي تبقى تخرج تبقى تراقي وطيو هادي ندوزوها. ولكن ملي تبغي تنعس مع الساط الصباح ويخرجوا الطيور او وبزاف ما نعسوا بحال الناس ما نفيقوا بحال الناس وعيين احنا بهذا الشيء هذا. وعاد كاين واحد النوع كيتسنى غير امتى يسال على الحجر الصحي، فبحالاش وفين اخوي؟ اخوي يعني يا دخان الله يعزك الله يحفظك الله يكرمك انا راس اش فيها كي غادي مع هذا الشيء؟ نعم لا غير دخان اخي كمين لك الله العظيم قنطة ديال الدنيا والدين والله ديال تعود الخير ديال تعود ما تخممش عرفتي غادي يسالي هذا الشيء اخوي والله لا نبقى نخرج نبقى ندور 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 ما غندخل تنعيا والغد لي عاوتاني كي بحال هيدا نبقى نخرج وندور 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 تنعيا عاد نرجع للدار لا ما طابوني شي جوج ولا دخلت وجد خليني واحد بروغرام ان شاء الله يخرج هذا الشيء هذايا غنديرو وجد خليني مع اول نهار يخرج هذا الشيء هذايا غندوز واحد 15 يوم في طنجة نتريبي تمايا وراه قصدني شان الشرق مشي مع سيدي السعودية ندور تمايا مشي نتبحر مشي نتبحر في وجدة لا نسيت اخي لا وجدة فيها البحر قصد النظر وهذاك غنمشي نقعد تما نتبحر ونبدلو على الجو تما شي حاجة خير طلع عندنا الشرف في الراس بارات يا 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 تمارا خويا الدوزه زايا وصافي واخا تشوفو من بعد عز وصافي واخا تشوفو واخا من بعد يلا صافي. وعاد كاين واحد النوع اللي هو خطير مره اللي هو اصلا هو الحياه ديالو عباره عن كونفينمو كيفاه كينعس كينعس كيفاه هذه الحياه ديالو نهار كامل بحالاش. سفيان نعم وسفيان هذا هو اللي عاوني في الخدمه نور انا عييت ولدي في الكوزينه بغيت لي عاون صبر ما صبر ما سير واحد البيضه وانا معاك سفيان وضع من ولدي ها بابا واخا نصلي غير هادي وانا معاك اش من كاد العاش ما كتخرا مو معاوني يا صاحبي الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك والى ما عجبكش الفيديو حتى هو دير لايك وما تنساش تشترك في القناه وتبارطاجي الفيديو مع صحابك وتهلاو.